إنه حكم نموذجي يثبت أمرين: الدبلوماسي لا يستطيع فعل ما يحلو له، ولا يتمتع بأي حصانة لأعماله الإجرامية والإرهابية. هذا الحكم يسمح للدول الديمقراطية ومن اليوم اعتبار إيران دولة إرهابية. في شباط فبراير عام 2021، أدانت محكمة جنائية في بلجيكا الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بمحاولة تفجير تجمع لجماعة مجاهدي خلق المعارضة لطهران في بلدة فيلبانت الفرنسية عام 2018. حكم على أسدي وثلاثة من معاونيه بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً. التحقيقات الأخيرة التي كشفها المدعي العام البلجيكي كشفت أنه الدبلوماسي أسد الله أسدي هو في الواقع يعني ضابط في الاستخبارات. اعتقال الخلية التي أرادت تنفيذ التفجير كشفت أنه النظام الإيراني يستخدم سفاراته كأوكار للتجسس ولتنفيذ عمليات إرهابية يعني في مختلف البلدان الأوروبية. التهديدات الإيرانية لا تقتصر على مجاهدي خلق، بل تمتد إلى المعارضين المنتمين إلى أقليم الأحواز. الناشطة الأحوازية منى سيلاوي تركت بلادها ولجأت إلى بلجيكا منذ عام 2004. ممكن نفكر أن أوروبا في أمان، مع الأسف الآن مع تغيير طبيعة تعاملهم مع المعارضين وبالأخص استخدامهم مجموعات المجرمة والإجرام المنظمة، استطاعوا أن ممكن نقول يطوروا طريقة متابعتهم وطرق اغتيالهم للمعارضين خارج حدود الإيران. في هذا التحقيق من الحرة تتحرى نفتح ملف جرائم النظام الإيراني بحق معارضيه، ومنهم عرب إقليم الأحواز الذين يتعرضون للاضطهاد في الداخل ومؤامرات القتل التي تنفذها طهران ضدهم خارج الحدود. الحقيقة هي قضية الأحواز لها أبعاد تاريخية فضلاً عن الوضع الراهن القاسي، لأنه كما نعلم الأحواز كان إمارة شبه مستقلة كما فيها هي إمارات الخليج العربي حتى عام 1925، لكن حصلت تغييرات دولية بعد الحرب العالمية الأولى وتم تقسيم المنطقة. قبل حوالي قرن من الزمان وبتدبير بريطاني، ضمت إيران التي كانت وقتها تحت حكم رضا بهلوي إمارة عربستان أو الأحواز. دخل الجيش الإيراني مدينة المحمرة واعتقل آخر حكام الدولة الكعبية خزعل الكعبي. ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومات المتعاقبة الإيرانية أن تقوم بتغيير الهوية العربية للمنطقة من خلال فرض التفريس، يعني حتى تم تغيير أسماء المدن، يعني حتى الإيرانيين كانوا يسمون الإقليم عربستان لمدة 3 قرون، فجاء الشاه غير الاسم بتغيير أسماء المدن مثل المحمرة إلى خرمشهر. النظام الذي يدعي أنه يحكم بالاسم الإسلام، لكن في نفس الوقت يعني يمنع اللغة العربية مثلا تدريسها في المدارس. من وقتها سعت الأنظمة الإيرانية المستمرة لطمس هوية إقليم الأحواز فسموه خوزستان، والذي ينتج ما يقارب 80% من موارد إيران من النفط والغاز. لكن 8 ملايين عربي يعيشون في أرضهم التاريخية لا يستفيدون من هذه الخيرات رغم عدم اعتراف طهران بهذا التعداد. تقوم يعني السلطات الإيرانية بإنفاق ثروات هذا الإقليم، الإقليم الأهواز، على التدخلات العسكرية سواء في دعم الميليشيات في المنطقة وأذرعها من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق إلى دعم الحوثيين في اليمن. نظام هو نفسه يعترف أن أكثر من نصف المواطنين يعيشون تحت خط الفقر هناك. نظام لا يكترث كل هذا ويستمر في طموحه التوسعية على حساب الشعب الإيراني. في
في أعقاب ما صار يعرف بانتفاضة البنزين عام 2019، تركز اهتمام المنظمات الحقوقية على الانتهاكات التي يتعرض لها عرب الأحواز من قبل السلطات الإيرانية. تعرضت الأقليات العرقية مثل عرب الأحواز وغيرهم لتمييز يحد من حصولهم على التعليم وفرص العمل والسكن الملائم، وأدى الإهمال الاقتصادي للمناطق التي تقطنها الأقليات إلى تفاقم الفقر والتهميش، وتعرض أبناء الأقليات الذين عارضوا علنا انتهاك حقوقهم للاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والسجن. وفق المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، ارتفعت أعداد طالبي اللجوء إلى الخارج من سكان الأحواز لتصل إلى حوالي 25 ألف لاجئ خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه لجوء لو تم يشوبه خوف من تهديد يلاحقهم أينما حلوا. الشعب العربي الأحوازي بأجمعه هو ضحية سياسات تعسفية ممنهجة ومستمرة. هنالك أساليب عديدة تتعامل الأمنية مع الناشطين في الداخل وفي الخارج. طبعاً في الداخل العملية تكون أسهل بما أنه الناشطين في متناول اليد، لكن في الخارج يتم هذا عن طريق قضايا يعني نستطيع أن نقول أكثر حنكة. في عام 2008 فقدت الناشطة منى السيلاوي خالها منصور الأحوازي مؤسس حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي، والذي توفي في العاصمة البريطانية لندن في ظروف غامضة بحسب منظمة العفو الدولية. لا إله إلا الله. بعدها بعام تم اعتقال يوسف سيلاوي والد منى من منزله في الأحواز، ولم يعرف مصيره حتى اليوم. قبل 3 سنوات يعني كنا نعرف ما زال هو عايش، ولكن حتى الآن النظام الإيراني رافض أن يعطي أي معلومات وينكر وجوده. كثير من القضايا يستعمل النظام الإيراني الأهالي الناشطين كرهائن أو لأداء ضغط على الناشطين اللي عايشين خارج إيران. صورة أمر الاعتقال التي زودتنا بها منى السيلاوي تثبت مسؤولية الحرس الثوري عن اختفاء والدها وعدم معرفة مصيره، وضع تكرر في السنوات الأخيرة. فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، تم اعتقال أكثر من 700 ناشط أحوازي خلال عام 2018. لاحظنا نمطاً من حالات الاختفاء القسري داخل إيران، بمعنى أن السلطات تحتجز أفراداً من الأقلية الزردشتية ومن الأقلية العربية بشكل تعسفي، ثم تخفي مصيرهم ومكان وجودهم عن عائلاتهم لأشهر أو حتى سنوات. نحن نواجه أزمة الإفلات من العقاب داخل إيران، حيث تنتهك قوات الأمن والمخابرات بانتظام حقوق المعتقلين وتعرضهم للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. ما يقوم به الحرس الثوري في الداخل لقمع المعارضة تمارسه أجهزة طهران الاستخباراتية في الخارج. يعني إن إيران قتل منذ 41 سنة منذ مجيء الخميني إلى إيران، قتل ما يقارب أكثر من 360 شخص إيراني سياسي إيراني في أوروبا، بالضبط 360 عملية تم تنفيذها. ناهد هو ابن الناشط أحمد مولى، مؤسس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والذي قتل في 8 نوفمبر 2017 أمام منزله في مدينة لاهاي الهولندية بثلاث رصاصات أطلقت من مسدس مزود بكاتم للصوت. قدر أحمد مولى يؤسس نواة مشروع وحدوي أحوازي يعمل على مبدأ تحرير الأحواز، وهذا ما
أزعج النظام الإيراني. لم يصدر الحكم القضائي بشكل نهائي في قضية مقتل أحمد مولى، إلا أن تقارير الحكومة الهولندية وبناء على التحقيقات أظهرت وقوف النظام الإيراني وراء الاغتيال، إضافة إلى جريمة أخرى عام 2015 راح ضحيتها المعارض الإيراني محمد رضا كولاهي. هناك براهين قوية على تورط إيران في اغتيال المعارضين على الأراضي الهولندية عامي 2015 و2017، والاتحاد الأوروبي فرض اليوم عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وبعض مسؤوليه بناء على توصية من أمستردام. العقوبات تشمل تجميد أصول المسؤولين المعاقبين في بنوك أوروبا وحظر دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي. في الجزء الثاني من هذا التحقيق نعرض الطرق التي يعتمدها النظام الإيراني لملاحقة معارضيه خارج الحدود. كيف توفر سفارات الجمهورية الإسلامية الغطاء لضباط وعملاء الاستخبارات في أوروبا؟ وما هو دور عميلات طهران من النساء السنونوات في الإيقاع بالمعارضين؟ أيار مايو عام 2020 أدرجت الولايات المتحدة علي فلاحيان وزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني السابق على قائمة العقوبات بسبب معلومات تؤكد مسؤوليته عن اغتيال العديد من رموز المعارضة الإيرانية في أوروبا. أعطى فلاحيان خلال فترة ولايته أوامر باغتيال أفراد، وهناك حالات أصدرت فيها المحاكم السويسرية والألمانية أوامر باعتقاله، كما قدم الموارد والمعلومات لجماعات إرهابية في الخارج، ما سهل العمليات المشبوهة التي ترعاها إيران. بحسب تقارير غربية، تلعب السفارات الإيرانية الدور الأساسي في تعقب واغتيال معارضي الجمهورية الإسلامية في الخارج. تستخدم السفارات الإيرانية لجمع المعلومات، ويحصل عملاء الاستخبارات وفيلق القدس على جوازات سفر دبلوماسية من هذه السفارات. يقول خبراء مكافحة الإرهاب إنه إلى جانب المؤامرات التي يزعم أن إيران نفذتها في هولندا والدنمارك وألبانيا وتركيا، توجد شبكة استخبارات إيرانية سرية واسعة الانتشار ومرتبطة بالبعثات الدبلوماسية الإيرانية في جميع أنحاء أوروبا. السفارات الإيرانية مسؤولة إلى حد كبير عن التنسيق بين كيانات مختلفة، سواء العملاء مثل حزب الله أو أجهزة الأمن المختلفة مثل وزارة الاستخبارات أو الكيانات شبه العسكرية مثل الحرس الثوري. طبقاً للتحقيقات القضائية التي جرت في ثلاث دول أوروبية حول محاولة تفجير مؤتمر منظمة خلق المعارضة في فرنسا عام 2018، سلم السكرتير الثالث لسفارة إيران في العاصمة النمساوية فيينا أسد الله أسدي قنبلة تزن 500 جرام وجهاز تفجير عن بعد إلى المنفذين أمير سعدوني وزوجته نسيمة نعامي البلجيكيين من أصول إيرانية. تلقى أسدي متفجرات خلال رحلة إلى طهران في 20 حزيران يونيو، وبعد يومين نقلها على إحدى رحلات الخطوط الجوية النمساوية إلى فيينا في حقيبة دبلوماسية. برنامج الحرة تتحرى حصل على وثائق تم العثور عليها في سيارة أسدي، وتحتوي على تعليمات بخط يده حول كيفية تفجير القنبلة وكيفية التصرف بعد تنفيذ العملية. يجب أن يحتفظ بجهاز التحكم عن بعد لبضع ثوان مع الضغط المستمر. لا تشغل الهاتف الجديد في المنزل على الإطلاق. يحظر القدوم إلى النمسا أو الذهاب إلى أي مكان آخر حتى أعطي الإذن.
وثيقة أخرى تعرض للمرة الأولى وتسجل محادثة بين أمير سعدوني أحد أعضاء خلية أسدي وعميل للمخابرات الإيرانية يدعى نيجار. المحادثة المشفرة تم حلها بواسطة سلطات التحقيق البلجيكية وكشفت حجم علاقة المرشد الأعلى علي خامنئي بهذه العملية الإرهابية. إذا قمت ببيعهم جميعاً سألتقي بك يوم الأحد في اليوم التالي للزفاف في بلد علي، سنتلقى هدية. أسدي وعدنا بأنه سيذهب إلى الآغا وسيتلقى التشجيع مباشرة منه. إذا تم ذلك في الداخل فسوف يذهب إلى الآغا شخصياً. سأطلب منه أن يتحدث عنكما، أنت وزوجتك، في كلمته أمامه. يعني الوثائق التي كشفت من خلال المحاكم الأوروبية أو السلطات الأمنية تدل على أنه أعلى هرم السلطة وهو مكتب المرشد خامنئي ووزارة الاستخبارات ومختلف الوزارات بالإضافة لاستخبارات الحرس الثوري تنسق فيما بينها مع هذه الخلايا الإرهابية التي تمارس الاغتيالات على الأراضي الأوروبية ضد المعارضين. كشف المخطط قبل أيام من موعد الهجوم بعد وصول معلومات إلى الشرطة البلجيكية من جهاز استخبارات صديق لم تسمى. قبل ساعات قليلة من تنفيذ العملية قبض على الزوجين أثناء توجههما إلى مكان المؤتمر في فرنسا، وفي الوقت نفسه قبضت الشرطة الفرنسية على شخص ثالث كان يعمل معهم وهو مهرداد عرفاني الذي جندته المخابرات بعد انشقاقه عن مجاهدي خلق. بحسب تقارير المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان لا يقتصر القيام بعمليات الاغتيال والهجمات ضد المعارضين على أجهزة الاستخبارات الإيرانية فقط، بل تقوم بها أطراف ثالثة تعمل بالوكالة. فيلق القدس، وزارة الاستخبارات، هذه الكيانات قادرة على ذلك، وهي أيضاً تدرب عملاء آخرين للقيام بتلك العمليات بمستوى عال من الدقة، ولديهم جماعات إرهابية تعمل بالوكالة وتقوم بأنشطة المراقبة والتتبع، وعند الضرورة تنفذ هجمات إرهابية واغتيالات محددة الأهداف. في كانون الثاني يناير 2019 نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريراً أكدت فيه ضلوع حزب الله اللبناني بتنفيذ عمليات مشبوهة لصالح طهران. هناك شبهات قوية حول قيام إيران باستئجار عصابات جريمة منظمة هولندية لاغتيال المعارضين الإيرانيين لإبعاد الشبهة عن نفسها. حزب الله اللبناني يدير تجارة للمخدرات على المستوى العالمي، وبعض المحللين يرون أنه ربما يلعب دور الوسيط في استئجار القتلة. وسيلة أخرى تتبعها طهران للإيقاع بالمعارضين. ففي تشرين الأول أكتوبر 2019 أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي خبر اعتقال الصحفي المعارض روح الله زم. في بيان رسمي قلما يصدر تباهى جهاز استخبارات الحرس الثوري بعملية استدراج زم من فرنسا إلى العراق. تمكنا من القبض على أحد رؤوس السراب الإعلامي المعادي والحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية. نجحت استخبارات الحرس الثوري في هذه العملية النوعية والذكية بعدما خدعت أجهزة الأمن الأجنبية من خلال أساليب استخباراتية حديثة وطرق ابتكارية، واستدرجت روح الله زم إلى داخل إيران. بحسب صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية قام الحرس الثوري بإرسال امرأة شابة تدعى شيرين نجفي زادة إلى روح الله زم في باريس، وهناك أقنعته بالذهاب إلى العراق للقاء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بشكل سري في منزله في النجف. طار زم من فرنسا وتوقف قليلاً في عمان،
وبعدها وصل لمطار بغداد. وجد أن عناصر المخابرات الإيرانية بانتظاره ليتم اعتقاله وعصب عينيه ووضعه في سيارة ونقله بشكل سري إلى طهران. برغم التنديد الدولي، أعدم روح الله زم في كانون الأول ديسمبر 2020 بتهمة الفساد في الأرض، لكن المؤامرة كشفت عن الطرق التي تستخدمها المخابرات الإيرانية للإيقاع بالمعارضين. السنونات. السنونات الإيرانيات، وهي نساء إيرانيات يرتبطن في بشكل غير مباشر بالناشطين في خارج البلاد، وهن طبعاً عناصر يعتبرن ضمن عناصر المخابرات الإيرانية. المخابرات الإيرانية ترسل إلى هؤلاء نساء إيرانيات، ممكن تكون مرة واحدة، يعني امرأة واحدة أو ممكن أكثر، من بعد ممكن فترة طويلة من بناء الثقة مع تلك العناصر الإيرانيات اللي هن تابعات المخابرات الإيرانية، يدعنهم إلى لقاء أو إلى سفر معين، مثلا موضوع زم تم استدراجه عبر امرأة، وهناك ناشطين آخرين أيضا تم استدراجه من خلال امرأة إيرانية، وتم اختطافها من الدول التي يسافرون إليها. مستوطن القاع وماخذ الماي ويصدر للدول بيده نفطنا، وبين المشكلة مو بيك يا عيد. بعد عام من الإيقاع بروح الله زم، تكرر سيناريو الاختطاف مع الناشط الأحوازي حبيب كعب. نتائج التحقيقات التركية كشفت عن استدراج عميلة إيرانية من فرقة السنونوات تدعى صابرين سعيدي لكعب من مقر إقامته في السويد للقاء غرامي في إسطنبول. إن اعتقال زعيم مجموعة أحوازية واقتياده إلى طهران يعد نجاحاً كبيراً آخر لأجهزة الأمن والمخابرات في بلادنا. المتهم سينال عقابه في محاكمة عقب أخذ المعلومات اللازمة منه في التحقيق واستكمال القضية. اليوم يواجه حبيب كعب عقوبة الإعدام، العقوبة التي واجهها غيره من قبل ممن يعارضون نظاماً يصف نفسه بالثوري، بينما تثبت تقارير دولية وأحكام قضائية وحتى اعترافات النظام ذاته اطلاع أجهزته الأمنية وسفاراته بأنشطة وجرائم إرهابية، ما يزيل القناع عن الوجه الحقيقي للجمهورية الإسلامية.